السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك عند نهل. أول مرة تشوفنا يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك. النهاردة إن شاء الله ناس كتير بتسألني إزاي أبدل الروبل لدولار من محفظة البير، هو ازاي يبدلوهم؟ هم عايزين يبدلوهم. ولو عندك محفظة البير وانت عندك روبل وعايز تبدله لدولار هتعمل ايه؟ هتيجي من هنا من الخانة ده اهي المدورة ديت، وهتدوس عليها كده هيجيب لك هنا الحساب بتاعك. هنا هتحدد الحساب الروبل، وهنا هتحدد حساب الدولار. ماشي، انا عندي 15 دولار 81 سنت و744 روبل 81 سنت. هحط هنا الكمية اللي انا عايز ابدلها من الروبل. لو مثلا انا هحط 200 روبل هيقول لي تحت 200 روبل هيعمله 2 دولار و8 سنت. ماشي، لو قلنا 300 روبل هيعملوا 4 روبل 4 دولار 21 سنت. تمام، خدوا بالكم من الحساب هنا عندي في الروبل قد ايه، وانا اقول لك مبادلة اهو دولار روبل، وهنا ايه الروبل لدولار. تمام، انا عندي هنا 15 دولار 81 سنت وروبل 744 81 سنت، واعمل هنا ايه مبادلة بص فوق اكتمل صرف بالصرف بنجاح. لو جيت كده اخش على الحساب بتاعي هلاقي الدولار بقى 20 والروبل بقى 444. هرجع للصفحة الرئيسية اهو، الدولار بقى 20 والروبل بقى 444، وطريقة سهلة جدا وحسب لك اهو. بدلت الدولار بالروبل 300 روبل ب 4.25 دولار. وهي دي الطريقة، اسهل طريقة لمحفظة البير تبدل منها الروبل لدولار، وما تقولش لحد بدل لي ولا اعمل لي، كل حاجة في المحفظة موجودة. وبكده يكون انتهينا من الشرح، واي استفسار سيبولي تعليق اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله، متنسوش تدعمونا بلايك.